يقول النبي تعرض علي أعمالكم في ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس، فما كان منها في خير حمدت الله، وما كان منها غير ذلك استغفرت الله لكم. يستغفر لنا الآن في قبره، يقول اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة اللي تركت حجابها، اللهم اغفر لكذا، لأجل تعود إلى دينك. وأعظم من هذا، هو ميت نعم، لكن من بركته صلوا عليه وسلموا تسليما. ما من أحد يصلي علي ويسلم، يقولها الرسول، إلا قيض الله له ملكا يأخذ صلاتك. الحين أنت وين تسمعني؟ في أوروبا، في أمريكا، في السعودية، في مصر، في الشام، في أي بلد، في تركيا، في هذه اللحظات أن تقول اللهم صلي على محمد، فيه ملك يأخذ صلاتك وسلامك عليه، فتعود روحه إليه ويرد ويسلم عليك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يرد الله إلي روحي فأرد عليك السلام. يعني أنت يا محمد، يا زكريا، يا علي، يا فلان، تقول الصلاة عليك يا رسول الله، يقوم رسولك يقول اللهم صلي وسلم على فلان، وسلم على حبيبي فلان، هذا من أمتي. أليست هذه بركة؟ والله إنها قمة البركة. الذي بعد موته ب1400 سنة لا زال معنا صلى الله عليه وسلم، وصدق الله جل وعلا، واعلموا أن فيكم رسول الله، فينا بالبركة العظيمة التي نجدها حتى الآن وأنا أحدثكم، أجد بركة الصلاة والسلام عليه. وهذا، وأصلي وأسلم على نبيه.